ولتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو السويدية عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. أهلا بكم سيد لبيد. بداية، بعد القرار الأمريكي بإدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب الأمريكية، القائم بأعمال السفارة الأمريكية يقول إن بلاده ستدرج ميليشيات بالحشد على لائحة الإرهاب، كيف ترى تداعيات هذا القرار فيما لو اتخذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. هذا القرار بالحقيقة قرار خطير ومهم جدا، ويحمل دلالات في غاية الأهمية. أحد أهم هذه الدلالات أن عادل عبد المهدي طلب منه من قبل القيادة الإيرانية، وبشكل خاص من قبل مكتب علي خامنائي وقيادة الحرس الثوري الإيراني، طلب منه أن يتوسط لدى القيادة المصرية كما اعترف هو، والقيادات السعودية وكذلك الملك عبد الله، من أجل ثني ترامب في اتخاذ قرار في إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب كما تفضلتم. هذه المسألة لها دلالات واضحة، لأن الحرس الثوري كما نعلم هو الذي يدعم حكومة المنطقة الخضراء، وهو الذي يمدها بأسباب البقاء. وهذا الرعب الحاصل الذي بان على وجه عبد المهدي، وتبين أيضا على قيادات الميليشيات وخصوصا ميليشيا بدر، ميليشيا العصائب، وميليشيا حزب الله، وهم الذين ساهموا أيضا ممارسة الضغط على الحكومة العراقية من أجل التوقف الذي تكلمنا عنه. هذا يدلل على أن الحكومة القائمة في المنطقة الخضراء والعملية السياسية برمتها تستعين بحماية حرس الثوري، وأن إضعاف حرس الثوري وإضعاف نفوذه وخنقه في داخل العراق يؤدي تعتعد هذه الحكومة. ومن إذن هل تعتقد أن القرار سيضغط بشكل أكبر على العراق أكثر منه على إيران، أم العكس؟ هناك تفاعل بين هذه وتلك، لأن الحكومة الإيرانية، إيران لا تريد أن تفرط، لا تريد أن تضعف حكومة المنطقة الخضراء، لأن إضعاف حكومة المنطقة الخضراء يؤدي إلى إضعاف نفوذ الإيران ليس في العراق فقط، وإنما النفوذ الإيراني في سوريا وكذلك في لبنان سيتأثر مباشرة إذا خفت إيران عميلتها في العراق. وهذا مرج في الحقيقة، لأن قرار ترامب حقيقة يجب أن نفهمه فهما جيدا. هذا أول مرة يدرج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، وهذا يعني أن القوات الأمريكية ملزمة منذ الآن باعتقال أي شخص يمت بصلة إلى الحرس الثوري، سواء الصلة كانت مباشرة أو غير مباشرة. ونحن نعلم بأن قيادات خبراء التابعين للحرس الثوري الإيراني يسعون ويمرحون في العراق، لأنهم هم الذين يديرون ويخططون في معسكرات ميليشيات تابعة للحرس الثوري مباشرة. سيد لبيد، لكن إذا جئنا لنتحدث بلغة منطق قليلا، نرى أن قاسم سليماني موضوع على قائمة الإرهاب الأمريكية ومطلوب من قبل الإنتربول، ومع ذلك هو يقاتل في العراق، يدخل ويخرج بكل سهولة، وكان فوقه الطيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. فإذا كانت هناك نية حقيقية لمحاربة هؤلاء أو إلقاء القبض عليهم كما تفضلت، لماذا لم تتم هذه الخطوات سابقا؟ نعم، لأنه كانت هناك حرب مستعرة بالحقيقة بين التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والمتكون من 66 دولة من جهة، وبين التنظيم الدولة الإسلامية كما نعلم. وكانت إيران والعراق هما الأدوات الميدانية المهمة والفاعلة في هذه الحرب. التحالف كان يشارك بشكل رئيسي في الطيران، لكنه القوات البرية هي التي تمتلك قوة الحسم الأساسية بمساعدة القوات الجوية. لذلك مسألة تأجيل قرار اعتبار قاسم سليماني إرهابيا كان تفترضه أو تتطلبه ضرورة إدامة المعركة ضد تنظيم الدولة. الآن تغيرت الأولويات بعد انحسار وانحسار تنظيم الدولة كما نعلم، وأصبح الأمر الآن في يد المشرع الأمريكي، لأن قرار ترامب بالحقيقة هو نابع من شرعية الإدارة الأمريكية. وإذا قصر
قصرت القوات الامنيه والعسكريه في اعتقال اي ارهابي تابع للحرس الثوري، سيصبحون تحت طائله مسائله في داخل الكونغرس وفي داخل مؤسسه الاداره الامريكيه سواء الامنيه او السياسيه. الى اي مدى تعتقد ان هناك امكانيه للحشد او انه يمتلك من الامكانيات البشريه والاقتصاديه ما تجعله يصمد امام هذا القرار، خاصه أن إيران توفر كما قال أحد قيادتها 100,000 مقاتل من الحرس الثوري أو من القوات الإيرانية بشكل عام في العراق، يوفرون المساندة والدعم للميليشيات الموجودة، فماذا لو خرجت أو وقف التعامل معهم؟ هل الحشد الشعبي بميليشياته قادر على الاستمرار في العراق اقتصاديا وبشريا كذلك؟ سيستمر لكنه سيكون سيضعف مع الزمن، سيضعف هذا الحشد. لماذا؟ لأننا كما نعلم أن الميليشيات التي يتكون منها الحشد بالحقيقة هي عبارة عن شباب، حقيقة شباب اضطرتهم ضائقة العيش إلى الانخراط بالحشد الشعبي أو بالميليشيات، لأن الميليشيات توفر لهم رواتب جيدة، وبالإضافة إلى أن الحشد بمداهماته وبخلال الحرب التي دارت بينهم وبين تنظيم الدولة كانوا يتذرعون بأن هذا البيت مثلا يسكنه إرهابي ويداهمونه ويأخذون محتوياته كغنائم يستفيدون منها. هذه المسألة لن تستمر بعد القرار الأمريكي. الحشد بالحقيقة كان يتحرك بتخطيط وتمويل وتسليح من قبل الحرس الثوري الإيراني، وهذا يتطلب وجود قادة وخبراء من الحرس الثوري الإيراني في معسكرات الميليشيات من أجل تدريبهم على الأسلحة. هذه لن تستمر هذه بعد القرار الأمريكي، لأنه سيكون تحت نظر القوات الأمريكية وستحدد حركتهم وتكون في غاية السرية إذا، وهذا سيعطل الكثير من مشاريع وخطط للميليشيات، والقواعد الأمريكية المنتشرة في العراق ستتمكن من مراقبة تحركات التشكيلات التابعة لهذه الميليشيات، وبالتالي نتوقع أن الميليشيات ستخسر الكثير، وخصوصا من الأفراد الذين جاءوا إلى الحشد ليس إيمانا بالحشد وبمعتقدات الحشد، وإنما جاءوا كما ذكرنا من أجل لقمة العيش ومن أجل الرواتب الجيدة التي يحصلون عليها، فهم بالحقيقة سيخسرون من كل الجوانب. من مال موعود والتحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميد عايش، شكرا لك.